أكيد يا فرح، رح نبقى ضمن فعاليات مهرجان تحت سماء دمشق للفنون الشعبية، ولنحكي أكثر عن هاي الفعاليات بصيرنا نرحب بالمدير مكتب الصحفي في وزارة الثقافة جوني ضاحي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير جوني، أهلا وسهلا فيك عن جديد. اليوم عم نحكي عن مهرجان مميز جدا، إن كان بالاسم وإن كان بالفعالية بتفاصيلها. خبرتنا جوني تحت الهواء أنه نحن بدنا نروح لعند العالم، خبرنا أكثر كيف عم بيتم هذا الشيء وشو الهدف منه. أول شيء نحن انطلقنا بالمهرجان تحت السماء دمشق من حدود يوم الثلاثاء، يعني طبعا هو الهدف أنه الخروج من النمطية. الجزء الثاني من عمل وزارة الثقافة اللي هو نحن اليوم نخرج للعالم، نقدم الثقافة بشوارع دمشق، نقدم الوجه الحضاري لدمشق ولسوريا طبعا، والوجه الثقافي. هلأ الموضوع هو أنه كان دائما أي حدا بده يحضر أي شيء ثقافي دائما هو بده يجي للأماكن الثقافية، من دار الأسد للثقافة الفنون، مسارح دمشق، مراكز ثقافية، سينما لا يحضر. نحن اليوم نحن حبينا نحن ننزل اليوم على الشارع نقدم للعالم، فكان عندنا هذا المشروع. هلا المشروع هو تأخر شوي، صار كان عندنا في مجموعة مهرجانات ومجموعة معارض، مثل ما بتعرف حضرتكم كان معرض دمشق الدولي، معرض مكتبة الأسد، كان في عندنا قبل فترة فحوصة، فترة أعياد، فكان في مجموعة. طبعا نحن دائما في عندنا نشاطات، تأخرنا فيه شوي. اليوم كان الجو يعني بنعتبره كان هو يكون لازم مناسب أكثر، حيث أنه لا في شمس كتير ولا بلش أسفتنا بالبرد. انطلقنا مثل ما قلت لك مجموعة من الفعاليات ثقافية، فنية، مثل ما رسم، تزيين، مشروع. أطلقنا مشروعين تزيين لجسر السيد الرئيس وللأشجار، طبعا مشان نكون بالصورة تقدونا بعض العالم، هي الأشجار ميتة تمام. هي تزيين أشجار ميتة وليست أشجار مثمرة أو أشجار قائمة، تزيينها تحت جسر السيد الرئيس وبالمتحف الوطني. أكيد تحت سماء دمشق للفنون الشعبية، خلينا نحكي أكثر عن سبب التسمية. وبرأيك جوني كيف ملاقي التجربة، بما أنه هي التجربة الأولى تجربة جديدة نزلتوا أنتوا فيها على الشارع، حكينا هل التجربة برأيك نجحت ولا لا؟ تمام. هلأ أول شيء تحت عنوان تحت سماء دمشق، طبعا هي كانت هذا المهرجان هو مهرجانين كان حينطلق، كان حيكون مهرجان للفنون الشعبية، هي مهرجان تعرض فيه الفرق الفنون الشعبية، ومهرجان آخر هي الحفلات الموسيقية والعروض الفنية والسينمائية بشوارع دمشق. هلأ تحت سماء دمشق هو اسم لفيلم سوري تمام، هو يمكن أول فيلم أنتجته المؤسسة العامة للسينما، واليوم نحن عم نشتغل تحت سماء دمشق تمام. هذا العنوان اللي له كتير رسالة، اليوم كتير رسالة، يعني رسالة سلام ورسالة محبة. سماء دمشق اليوم هي رجعت تشرق مثل أول، قدم فيها الثقافة، قدم فيها الفرح اللي كانت للأسف من سنوات أو من سنة بدنا نعتبر كانت مصدر لقذائف هاون من المجموعات الإرهابية المسلحة. اليوم نفضنا غبار الإرهاب وانطلقنا بوزارة الثقافة لنقدم الفرح، لنقدم الثقافة، لنقدم الوجه الحضاري للبلد. بالنسبة للتجربة، ما في تجربة من أول دورة بتكون أخذ العلامة التامة أو تأخذ بالمية مية. هلأ في بعض الأخطاء مشان نتدارك إن شاء الله بالأعلام بالأعوام القادمة، لأن هي ما حتكون مرة الأولى والأخيرة. حنقدم طبعا في عم نسجل ملاحظاتنا، عم نتقبل ملاحظات عم تجينا. الشغلة الأهم اللي عم نحكيها في متحكين أول حديث، نحن اليوم مو أنه قلنا ليش ما أعلنته، بس جرد أنه نحن نعلن أنه نحن عنا طبعا نحن أعلننا، وش مشكورين وسائل الإعلام جميعا كانت مشاركتنا وكانت معنا بكل الفعاليات. أنت اليوم تعلن أنه حفلتنا بالمكان الفلاني، فأجت العالم فما حقق الهدف، اللي بده يروح يحضر الحفل بحديقة تشرين كأنه راح حضر الحفل مثلا بدار الأسد للثقافة والفنون. فنحن اليوم نحن عم نروح لعند الجمهور المتواجد هناك، مثل امبارح تجربة الباص الثقافي درنا على ساحات دمشق كلياتها، فقدمنا العرض للموجود بهي الساحات. جوني كمان خلينا نقول انه الشيء المميز انه انتم اخترتوا مكان مزدحم كثير بالسكان، منطقة جسر السيد الرئيس، يعني معروفة بكافة الاوقات، بكامل النهار بيكون فيها زحمة كثير. قد ايه هذا الشيء ممكن يكون خدمكم؟ تفاعل كتير كبير من الناس، يعني الناس عم شغله تعبان، مالل، ضايج، يمكن لقى شيء كتير مميز وحب يشارك معكم. هذا الشيء لقيناه أول شيء تحت جسر السيد الرئيس بكل الأماكن، يعني حتى امبارحة بتجربتنا اللي قدمناها اللي هي الرسم على الوجوه بسوق الصالحية، العالم راح على شغله، العالم عم تشتري بالسوق، كلها وقفت، ناس وقفت قعدت يعني بدأ يرسموا وجهها، ناس قعدت تتفرج تحت جسر السيد الرئيس. مثل ما حضرتي في تلوث بصري صار بالمنطقة تحت هي. هذا الجسر له رمزية كبيرة اليوم بسوريا بالاسم مكانه، يعني هو فينا نعتبره هو يعني مكان بيجع بتواجد فيه كثير كبير مجموعه من العالم باوقات صباحا ولا الظهر باوقات هاي، فوقت عم يجوا يلاقوا هذا الزينه، فعم يوقفوا عم يتفرجوا عم يشوفوا، يعني عم نلاقي انه في اقبال. وصراحه يعني
حتى اللي عم يحضر دائما عم يتشكرنا على هالشيء، عم يلاقونا انه شيء حلو، عم يسالونا وين نشاطاتنا الثانيه، فملاقيين فيها اقبال. ومثل ما قلنا لك سمر، يعني ان شاء الله الاعوام القادمه بتكون افضل ان شاء الله. اكيد اكيد موفقين، دائما نتمنى لكم التوفيق. هلا خلينا نحكي، دائما وزاره الثقافه يعني بتحرص انه تفاصيل التراث السوري تكون واضحه مشان دائما تحافظ عليه. خلينا نحكي عن المشاركين الموجودين اللي كانوا يعني كانوا عم يبدعوا بالسيف الدمشقي ولا التراث السوري. خلينا نحكي عن هذا اليوم قديش كان مميز، وخلينا عن نحكي على اخر يوم بالفعاليه شو حيكون. تمام. هلا بالنسبه لاول يوم الافتتاح، مثل ما قلت لك، هو كان حيكون مهرجانين، فكان هو القسم الشق التراثي، فكان عندنا بخان اسعد باشا الافتتاح، كان مجموعه من الحرف التقليديه السوريه والدمشقيه عم يقدموا رواده وعم يقدموا اصحاب هاي الحرف طريقه العمل. تمام. مثلا كان في عندنا صناعه العود، في عندنا صناعه الجبصين، فينا مثل ما تفضلتي السيف الدمشقي، كان في لوحات في سيف السائية عم تتقدم، فكان في مجموعه كبيره من هذا من هي الحرف. كمان عم تجي العالم تشوفها، يعني احنا اليوم في كثير مننا ما بشوف غير مثلا الجره او الفخاره او السيف، او حتى لو ما بشوفها غير مثلا موجوده او معلقه او مصموده، فهذا اليوم اجى عم تجي العالم تشوف هذا الشيء عم تلاقي. طبعا بالنسبه لموضوع التراث، مثل ما حكينا عن الشق المادي والشق اللامادي، هو نحن اليوم عندنا الفرقه الفلكلوريه، فشاركت معنا بهذا المهرجان جميع المحافظات السوريه. امبارح مثلا كان في حفله لفرقه الرقه وفرقه من حوران، كل يوم في عندنا فرقه موسيقيه عم تقدم بحديقه تشرين، بس حديقه تشرين الساعه 5 المساء كمان عم تقدم هذا التراث السوري اللي نحن اليوم عم نهتم فيه ونظهر لدمشق اليوم جميع هذا المخزون الثقافي بجميع المحافظات السوريه. اكيد. بالنسبه لاخر يوم هو حيكون بكره، بكره حيكون في عندنا بحديقه النوفره في حكواتي، وفي عنا ختام بحديقة تشرين، كمان حيكون في عنا حفل، حيكون في أيضا بعد في حفل للخماس السوري كمان بحديقة بشارع النوفرة. هدول إن شاء الله بكرة، هدول من الساعة 7 للساعة 9، حيكون في عنا حفل الساعة 6 بمسرح الحمراء. بس كمان بدنا ننوه، امبارح احنا امبارح كان في عندنا اباب الجامع الاموي، امام الجامع تماما بالساحه هون، كان في عندنا فرقه الدرويش، فكان في حضور هائل هائل هائل، وكان متوقع كاميرتكم كانت موجوده. كمان بنتشكر كل من شاركنا وحضر معنا. اكيد يعني جوني، يمكن العالم بحاجه هي الفعاليات، وبحاجه يمكن لحتى تحس انه هي بعدها موجوده، ما نبعز يمكن تدفع مبلغ كبير لحتى تشوف شيء مميز، ان كان شعبي وان كان تراثي او ثقافي على اختلاف انواعه، فجهودكم جدا مشكوره. بدنا نعرف مشاريعكم المستقبليه. تمام. شو هي مخططاتكم؟ هلا حاليا الوزاره حننطلق بالفعاليه اللي احنا اللي نعتبرها هي الفعاليه الاهم تقريبا، هي عيد ميلاد وزاره الثقافه، او عيد الثقافه بنسميه يوم الثقافه، بتتغير التسميه، هو ب 22/11. هذا اليوم هو البناء بيصادف تاسيس وزاره الثقافه، بنحتفل فيها من يوم ال 22/11 ل 1/12 بجميع المحافظات السوريه، بجميع مراكزنا الثقافيه، مسارحنا ودار اوبرا. اولا بيكون ضمن حفل فني وضخم اول يوم، وبعدين بصير يستمر كل يوم في عنا بجميع المحافظات السوريه وبجميع الاماكن الثقافيه في عنا شيء موجود. نعم. اكيد بيتزامن هذا المهرجان مع حلب عاصمه الثقافه. تماما. حكينا عن هذا التزامن بهذا التوقيت وانطلاقكم من هذا التوقيت. نعم. كمان بالضبط. اول ما حكينا انه اليوم الوزاره عم تقدم كل يوم دائما عنا شيء. تمام. اطلقنا حلب عاصمه الثقافه السوريه، وكمان هو مشروع جديد اطلق اول مره في حلب، حيستمر ان شاء الله دائما، كل عام حيكون في محافظه سوريه. هاي المحافظة اللي عانت كثير من ولايات الإرهاب، هاي المحافظة اللي هي إرث كامل وإرث ثقافي كبير، قدمت لسوريا، يعني حلب يعني مثل ما بقولوا، قدمت لسوريا الفن، قدمت لسوريا تراث، قدمت عبر التاريخ. تماما. فكان هو تكريم لهذه المحافظة الثقافية الهامة، هاي المحافظة اللي صمدت كثير وقدمت كثير، فأطلقنا فيها حلب عاصمة الثقافة. فيها فعاليات كمان لمدة شهر كامل، كل يوم في عنا فعاليات مسرحية سينمائية، عنا عروض للأطفال، عنا أمسيات أدبية وثقافية، معارض للكتاب، معارض فن تشكيلي، بشكل يومي في عنا شيء. أهم يعني من أهم الأحداث اللي كانت مبارح المساء، تم افتتاح متحف حلب الوطني بعد إغلاق دام لعدة سنوات بسبب الإرهاب، أطلقه مبارح، تم افتتاحه ظهر مبارح. أكيد جوني، بدنا نقول لك شكرا على كل المعلومات يلي قدمت لنا إياها هون، شكرا على الجهود المبذولة من وزارة الثقافة وكافة الوزارات يلي عم تتعاون معكم أو حتى الجهات، شكرا لك جوني، نتمنى لكم
كل التوفيق. شكرا لكم، شكرا على تغطيتكم الدائمة ومواكبتكم لنا. أكيد جوني بنتمنى لك التوفيق، تجربة كتير حلوة أكيد ومميزة، بنتمنى لك التوفيق والأكيد الازدهار والانتشار، وأكيد مع وزارة الإعلام والتغطيات دائما المستمرة لكل الفعاليات اللي تقدموها. شكرا كتير لك. شكرا لكم.